تبارك الله. عبد العزيز تفضل. احنا والله فيها خبر وحاصله حصلت امس والله ضايقتنا صراحه، وحاله بيننا وبين اسعاد الجمهور اللي ورا الشاشه صراحه، اللي هو خروج متعب خوينا لا تقول والله أنا أقول صدق، والله أنا أثر فينا جدا. الله يتكلم بلساننا كله. وأتكلم عن الربع. أنا تابعت والله طلوع والله. ويعلم الله أني أنا كذلك محجم معكم. والله هم طالب. تعرفون الآلية، واللي يخطي يأخذ. نعرف، لكن أنتم إن شاء الله أنكم كرماء وتستاهلون وتفعلون. نبيكم تراجعون عن القرار هذا. أنا أحس أن القرار هذا شوي أثر علينا. أنكم تنصفون. وحتى لو كان يعني العالية هي العقوبة الأساسية، أنتم والله تعطونا ولا تقصرون معنا، وحنا مثل عيال بإذن الله. هذه الرجعة إن شاء الله مع الإدارة إن شاء الله، وإن شاء الله ما يكون إلا زين. نبي صوتكم مع صوتنا أبو فهد. أنا مع الشباب أبو عبد العزيز، وأنتم كإدارة أنا أحترم وجهة نظركم، ولكن فيه شيئين، فيه شيء اسمه تدرج في العقوبة، وفيه الحد الأدنى من العقوبة والحد الأقصى من العقوبة. يعني الهدف تصحيح وليس عقاب. فأنتم إدارة موقرة لكم أنظمة وكيان، بس أيضا لحد يا شباب لحد يعتقد إن مثلا أن القرار كان مجحف. لا، الإدارة لها وجهة نظرها، لأن هذا رتم. ولكن قد أن الإدارة قد إن شاء الله بإذن الله أنهم يكتفون بعدين بحد أدنى، يعني مع شروط يعني إلزامية بإذن الله. الإدارة إن شاء الله كلها كرم، وأنتم تستاهلون بإذن الله. الأمل فيهم والله إن شاء الله. من الرسائل الشيء الكبير، وصراحة ما توقعت يعني محبة متعب بالرقعان لهذه الدرجة. أنا أحبه صراحة على الصعيد الشخصي. يستاهل، كلنا يستاهل متعب. كبار السن والله راسلوني، والله لو يسمحون لي يمكن أنزلها. بعض كبار السن ارسلوا لي وهم يبكون يعني من محبة متعب، وهذا صراحة شيء جميل من متعب ودوره في القرية وتحريكه للبث، وكل واحد يقول طيبة يلقى الأحد، حتى إلى درجة، لكن هذه بخليها في آخر الفقرة، إلى درجة يعني أبنائي أنا. أبنائي لما دروا بالخبر ولو مهم طيب أبو رجعان عندي، عندي ركان ونزلت أنا في تويتر، ركان وحسن يرسلون لي، ولعل إن كان الكنترول جاهز عندهم المقطع، الكنترول لعل في آخر الحلقة أنزل لكم صوت ركان وحسن. جاهز المقطع حق ركان وحسن؟ إيه طيب خلاص، في آخر الفقرة إن شاء الله نسمعهم صوت راكان وحسن لما طالبوا برجوع متعب، وإن شاء الله أن نشوف آلية فيه، ولا نوقف على أنظمة بعدم الرجوع. أكي. والله أنها وراء قلبي من وراء الخاطر.